مشاهدينا، وللحديث أكثر عن فشل القوى السياسية في إقرار الموازنة العامة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير الاقتصادي الأستاذ ماجد الصوري. السلام عليكم. وعليكم السلام، وأهلا وسهلا، حياكم الله. مع كل حكومة تفشل القوى السياسية في إقرار الموازنة العامة وهو ما يتكرر منذ سنوات، هل تعتقد أن ذلك مقصود في ظل مرور سنتين من دون موازنة للعراق؟ المشكلة الأساسية هي أن كل الموازنات موازنات سياسية، نعم، ولذلك الصراعات تكون عادة حول هذه الموازنة السياسية. طيب. وعدم إقرارها أيضا كان سبب في كل الأحوال، نعم، سواء في السنة الماضية أو السنوات السابقة كان أسبابها السياسية هو التقاسم المغانم من الواردات النفط. طيب. وتقاسم المغانم هذا يشمل جميع الجهات السياسية، نعم، سواء كانت عربية أو كردية. إذن الأسباب هي سياسية. طيب، مع فروق الأسعار سواء في بند المصروفات أو الإيرادات، مع زيادة أسعار النفط بعد حرب أوكرانيا، هل يمكن العمل بموازنة 2021 مع هذه الفروقات التي ذكرناها؟ عزيز، إجمالي المتوقع، إجمالي الإيرادات النفطية خلال عام 2022، نعم، حدود 114 إلى 115 مليار دولار. نعم. أي بما معنى أن هناك 165 تريليون دينار أو أكثر شوية. هذه طبعا إذا تم تغطية جميع النفقات المخصصات المخصصة لعام أو التخصيصات لعام 2022 بالغ 129 تريليون، هناك فارق كبير جدا فيما يتعلق بالأموال الموجودة لدى الحكومة العراقية أو لدى الموازنة، خلينا يعني ليست هي الحكومة العراقية بالذات. طيب. فالمطروح الآن هو كيفية الاستفادة من هذه الموارد المالية الكبيرة. في هذا الإطار أيضا، مع تنامي أسعار صرف النفط أو أسعار النفط والواردات، هل تتوقع أن يكون هناك تحسن في سعر صرف الدينار أمام الدولار؟ التحسن صرف الدينار أيضا كل المشاكل هي مشاكل سياسية. الحكومة العراقية بدأت والبنك المركزي والخزانة الأمريكية بدأوا بمحاربة الفساد من خلال البرامج الزمنية التي فرضها البنك المركزي والنوايا الحكومة في محاربة الفساد، وبدأت في محاربة الفساد. فأعتقد أن هذا التلاعب بالأسعار هو سبب المضاربات أو أصحاب رؤوس الأموال المسنودين من السياسيين الذين يضاربون بالأموال لإبطال عملية فعلا الرغبة الشعبية في محاربة الفساد. طيب، هل تجد أن الأزمة في الموازنة برأيك، أم الخطة التي لم تحرك المشاريع المتلكئة ومن ثم أحدثت ما يعيشه العراق من جمود انعكس بالتالي على وضع التوظيف؟ عزيزي، هناك يعني أرقام متفاوتة بين 8000 مشروع معطل أو غير مكتمل، نعم، وبين 1500 مشروع غير مكتمل. نعم. الآن تبذل الجهود لعمل الإحصائيات اللازمة لهذا الموضوع، ولكنها أنا في تصوري المشكلة الأساسية هي في التوجه العام لكثير من الأحزاب السياسية اللي موجودة، هو لمحاربة الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد. ولذلك الفلسفة الاقتصادية اللي موجودة في العراق هي بأي شكل من الأشكال تعطيل العملية الإنتاجية. وأكبر دليل على ذلك أنه خلال 20 سنة لم يتم حل مشكلة الكهرباء، وعدم حل رغم كل المبالغ التي صرفت على الكهرباء. ولذلك هذه مسألة متقصدة ومتعمدة لتأثير على أولا وضعية نفسية الشعب العراقي، وفي نفس الوقت عرقلت التنمية الاقتصادية بشكل عام سواء كانت صناعية زراعية سياحية أو خلية. ولذلك الموضوع هناك تعمد كبير جدا من قبل قوى كبيرة جدا
داخليه وخارجيه، داخليه متعاونه مع الخارجيه من اجل تعطيل عمليه التنميه الاقتصاديه في العراق والبقاء على الاعتماد على الاستيراد. ولذلك نرى ان هناك كثير من البطاله، كثير من الفقر، كثير من في هذا الاطار. ومن وجهه نظر اقتصادي، خبير اقتصادي استاذ ماجد، نعم، من وجهه نظر الخبير الاقتصادي استاذ ماجد، ما اثار تاخر او عدم اقرار الموازن على الواقع الاقتصادي والمعيشي للعراق؟ هو عزيزي خليني اقول لك فتشي، المساله هي كلها عمليه تنميه. فيما يتعلق بالرواتب والنفقات التشغيليه بشكل عام، هناك مبدا قانون بالقانون الاداره الماليه انه تصرف 1/12 من النفقات الجاريه، والنفقات الجاريه تعني كل النفقات التشغيليه المتكرره يعني شهريا وباستمرار، وفي الوقت المشاريع الخاصة وتسديد الديون، ديون الدين العام العراقي. هذه كلها موجودة. والمسألة التي تم التأخير فيها هي عملية النفقات الاستثمارية، وهذا أيضا متعمد. من بغداد الخبير الاقتصادي الأستاذ ماجد الصوري، شكرا جزيلا لك.